انا حموشي. هلا انا لولا. طبعا يا اصدقائي رجعنا لكم فيديو جديد. اوكي طبعا يا اصدقائي اليوم راح نراويكم اسماء الفائزين على سحب جديد. يبي يا اصدقائي السحب اللي قلت لكم عنه بفيديو سابق انه يعني تفوزوا بصناديق النادره تبع الايفنت باس، فهذه اصدقائي اللي باللون احمر. اذا ما تعرف ايش راح تحصلوا فيها اصدقائي، راح تحصلوا على 3 جواهر، وايضا راح تحصلوا على 200 شجره ونوع من الاثاث، راح يكون طبعا هو عشوائي الاثاث. اوكي طبعا اصدقائي راح نفرحكم هذه المره. طبعا اذا تتذكرون بالفيديو السابق قلت انه راح افوز بس 2 اشخاص، بس هالمره 5. هالمره يا اصدقائي قلنا نفرحكم وراح نفوز 5 متابعين، قلنا هذا الشيء راح يكون افضل لكم وإنا. اوكي وعندنا يعني هم يا اصدقائي هواي هدايات، وايضا يا اصدقائي راح افوز 5 بقناتي الثانيه اللي هي نونا جيمر، فتروح اشتركوا بها، علقوا فيها، تفاعلوا فيها، يلا تفوزون. وباكر ان شاء الله ينزل الفيديو، انا قررت من الفائزين. اوكي وهسه انا راح اعطيكم، فاحنا ايضا راح نكتب الاسامي قدامكم، فشوفوا يلا هسه يعني كيف راح نعطيهم الهدايا، شوفوا رده فعلنا لما نعطيكم انتم الهدايا. واللي يفوز خليه يروح بعدين يتاكد من حسابه، يعني احنا راح نعطيكم هديه، والهديه هي من حموشي، وانا قناتي الثانيه راح تكون من عندي الهدايا. اوكي اوكي متحمسين؟ يلا ليتس جو. وهسه نشوف اول اسم. اوكي اصدقائي اول شيء نضغط على الصندوق وبعدين نكتب الاسم والكود. يلا شوفوا يا يعني كيف. والفائزة الاولى اللي هي حنين جيمر. اوكي. اوكي اول شيء خلينا نضغط هذه. مبروك. اوكي. اوكي نضغط هاي. مبروك. اوكي روحي تشيك اللعبة وشوفي. هسه روح اللعبة وشوفي كيف احنا وننتقل للاسم الثاني. اوكي الف مبروك على حنين. والفائزة الثانية ويانا اللي هي هنو. هنو اوكي. اوكي يا اصدقائي هسه الف مبروك يا هنو. هنو هذه يا اصدقائي هي هاي هنو واحدة من المتابعين، فيلا الف مبروك. او ماي جاد 1 2 3. روحي بسرعة. اوكي روحي اسحلي اللعبة هسه احنا اعطيناك هدية. واو يا اصدقائي شعور حلو لما تعطي الهدايا. اوكي هسه نروح للفائز الثالث. والفائزة الثالثة سدين. يبي أصدقائي سدين هي الفائزة حاليا اللي هي الفائزة الثالثة. ألف مبروك. أوكي. على الهدية. فيلا بعد حط وطي. أوكي بس أوكي يعني سدين غنية. أحمد شوف بعدين بدلة. أوكي فيلا سنطيها الهدية. أوكي. 1 2 3. ادخل اللعبة بسرعة. أوكي ألف مبروك سدين على الهدية. وهسه نروح ننتقل للفائز الرابع. والفائز الرابع اللي هو نونو. اوكي يا اصدقائي خلينا ننطي نونو الهدية. ليتس جو. هذه هي نونو. اوكي واو هسه نطيها 1 2 3. اوكي الف مبروك نونو. الف مبروك يا نونو. الف مبروك للكل حاليا اللي فات، فروحوا ادخل اللعبة وشوف الهدية ماشي. فيلا ننتقل للفائز الخامس والاخير ويانا. والفائزة الخامسة والأخيرة اللي هي مودة. أوكي فخلونا هسه يعني حاليا أوكي نبحث عنها. طبعا هذه آخر فائزة. حوشي شوف حلو شخصية مودة. أوكي فيلا هسه نعطيها الهدية. 1 2 3. أوكي أوكي روحي ادخلي على اللعبة وشوفي الهدية من حموشي. أوكي أوكي ألف مبروك هاي الهدايا وصلت من عندي، شوفوا حسابكم وانتظروا الفيديو اصدقائي. الباتشر ان شاء الله راح ينزل، واللي بقناتي الثانيه هي نونا جيمر ايضا راح يكون فائزين عندنا 5 فائزين، وانا حددت من هو، بس اكون اصور الفيديو ومنتجه وانشره ان شاء الله باكر. فانتوا يا اصدقائي روحوا فعلوا الجرس وحطوا لايك واشتركوا وبس. باي باي.